أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة المسافرون العرب. النهاردة هنتكلم على الدول التي يمكن للمصريين السفر إليها بدون فيزا لسنة 2022. لا يوجد حظر على المصريين لدخول أي دولة في العالم، وترتيب جواز السفر المصري في المركز 75 ضمن ترتيب جوازات السفر العالميا حسب تصنيف موقع باسبورت اندكس. ويمكن زيارة 72 دولة بدون فيزا للمصريين، حيث هذه الدول تحتاج الى فيزا مسبقة من السفارة، ويمكن للمصريين السفر اليه مباشرة او الحصول على الفيزا عند الوصول الى المطار او تأشيرة الكترونية يمكن الحصول عليها عبر الانترنت. دول عربية بدون تأشيرة للمصريين سنة 2022: اولا السودان ولبنان والاردن وسوريا واليمن وفلسطين والصومال وموريتانيا جزر القمر وجيبوتي. الآن نأتي لدولة آسيا ونذكر الدول التي يمكن السفر إليها للمصريين بدون فيزا لسنة 2022، وهي كالآتي: إيران وإندونيسيا وتيمور الشرقية، جزر المالديف، نيبال، أذربيجان، ماليزيا، ماكاو، لاوس، كمبوديا، طاجكستان، ميانمار، جورجيا، بنغلاديش، أوزبكستان، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية. والدول الأفريقية بدون فيزا للمصريين سنة 2022، وهي كالآتي: توغو والسيشل، موزمبيق، بوركينا فاسو، غانا، موريشيوس، بنين، السنغال، مدغشقر، زيمبابوي، رواندا، تنزانيا، إثيوبيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وأوغندا وكينيا والغابون وتوغو، غينيا وزامبيا وساحل العاج وغامبيا وملاوي ونيجيريا. دول أوروبية بدون فيزا للمصريين سنة 2022، وهي ألبانيا فقط. الآن نأتي دول أمريكية أو دول في أمريكا بدون تأشيرة لسنة 2022 للمصريين: دومينيكا، سانت فينيس، هايتي، الإكوادور وسانت كيتس ونيفيس، بوليفيا، سورينام، بورتوريكو وكوبا. طبعا هذه الدول تقع ممكن في شمال امريكا او في امريكا الشمالية او امريكا الجنوبية. وايضا اوروبا ما فيش غير دولة البانيا فقط. الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.